والعشرة من ذي الحجة عبادة موسمية، نحن في أول أيام هذا الشهر الكريم، لذلك ماذا ينبغي أن نفعل كما قال النبي الكريم؟ نحن الآن في أهم، طبعا أعظم الليالي ليلة القدر، وأعظم الأيام هذه الأيام، لذلك ينبغي أن نفعل كما قال العلماء الصوم يوم الوقفة يعني، وفي رأي كل الأيام العشر، أما هو الأصل يوم الوقفة، وكثرة الذكر، تقرأ القرآن كل يوم، الدعاء، الإقبال على الله، العمل الصالح، بر الوالدين، تفقد الأقارب، الصوم وكثرة الذكر والتهليل لا إله إلا الله والتكبير الله أكبر والدعاء يوم عرفة وصيام يوم عرفة وذبح الأضحية ولبس الحسن من الثياب، هذه كلها بنود ما ينبغي أن نفعله في هذه الأيام العشر. أما التفاصيل تقول هذا هو الموجز وإليكم أخبرنا بالتفصيل. أول شيء كثرة الذكر، يستحب الإكثار من الذكر في العشر من ذي الحجة، قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات بالقرآن، الأيام المعلومات هي هذه الأيام عشر أيام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، إذن أول بند كثرة الذكر، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ضع تحت كلمة كثير عشر خطوط، الذكر المنافقون يذكرون الله، وقال تعالى ولا يذكرون الله إلا قليلا، فنحن كمؤمنين ينبغي أن نذكر الله ذكرا كثيرا، دخلت للبيت اذكر الله، إلي بيت، نظرت إلى زوجتك امرأة طاهرة عفيفة تخدمك وتقوم بكل حاجاتك وتربي أولادك، هي نعمة ثانية، ما في صحة جيدة، ما في خثرة بالدماغ، ما في فشل كلوي، ما في تشمع كبد، فيك المرض بهز جبال بصحة طيبة، هي النعم المألوفة إذا ألفت نسيت، والدعاء النبوي اللهم أرنا نعمك بدوامها لا بزوالها، البطولة أن ترى هذه النعم بوجودها لا بزوالها، إذن كثرة الذكر، اذكروا الله ذكرا كثيرا، ضع تحت كلمة كثير أربع خطوط أو عشر خطوط، لأن المنافق يذكر الله لكن يذكره ذكرا قليلا، إذن كثرة الذكر في هذه الأيام، يعني تقرأ أنت خمس صفحات كل يوم أو عشر صفحات، يعني بتصلي السنة اعمل نفل بعد السنة، يعني ارفع من مستوى عباداتك في هذه الأيام. طبعا التهليل لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا مسير لهذا الكون إلا الله، لا فاعل إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا رافع إلا الله، لا خافض إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله، واسعة جدا، لا إله إلا الله نهاية العلم، في نقطة دقيقة، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه، هلأ ما أرسلنا من رسول، إعراب من دقيق جدا لاستغراق أفراد النوع، كيف؟ أنت معلم في صف أمامك خمسين طالب، قلت لهم ما من واحد منكم لكم عندي هدية غدا، تمام، جاء الغد أن خمسين مع خمسين هدية،
لكن في اثنين غايبين. إذا قلت لكم عندي هدية الخمسين، إذا قلت ما من واحد في هذا الصف من إلا وله هدية دخلوا غايبين، بيعربوها بالنحاة لاستغراق أفراد النوع، لاستغراق أفراد النوع. إذن من تفيد استغراق أفراد النوع. وما أرسلنا من رسول حتى الذين لم يذكروا في القرآن، حتى الذين لم يذكروا في القرآن إلا نوحي إليه نقطين. الآن كلمات دقيقة، لا إله إلا أنا فاعبده، لا إله إلا أنا، هذا التوحيد نهاية العلم، التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا رافع إلا الله، لا خافض إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله، ألا ترى مع الله أحدا. إذن كثرة الذكر في هذه الأيام، التهليل لا إله إلا الله، والتكبير الله أكبر. في معنى دقيق لهذه الكلمة، إن مهما عرفت عن الله فهو أكبر مما تعرف، ما النهاية؟ كلما عرفت الله معرفة وظننت أنك عرفته، لا، هو أكبر من ذلك، أرحم من ذلك، أحكم من ذلك. نعم، فالتهليل والتكبير والتحميد. قال النبي الكريم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ثلاثة، الصوم. يسن صوم أول 9 أيام من ذي الحجة، وكان النبي الكريم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاث أيام من كل شهر، هذا صيام النفل. يعني ويستحب لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره، هي مستحبات. يفهم الدين أحيانا فهم غير معقول، يعني أنت إذا كان قلمت أظافرك وحلقت شعرك الأضحية غير مقبولة، لا، مو لهالدرجة، أي مبالغة. يستحسن، يستحسن ألا تقلم أظافرك وألا تحلق شعرك، يعني هي من المستحسنات، مو الأضحية التغيت، هي مبالغة. صيام يوم عرفة، قال النبي الكريم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها. هذا يوم عرفة، يعني أعظم ليلة ليلة القدر، أعظم يوم يوم عرفة، أعظم مجموعة أيام هذه الأيام. الأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا. دقيقة، الله قال يوم القيامة: جئتمونا فرادى، في واحد معه جيش، معه قوة، معه دعم عالمي، معه قبيلة كبيرة، معه أسلحة فتاكة، معه سلاح طيران، معه قنبلة ذرية، هي كلها في الدنيا. جئتمونا فرادى، لا معك عشيرة تدافع عنك، ولا معك طائفة تخاف منك بتخوف الكل من أجلها، ولا معك أموال طائلة لا تأكلها النيران، ولا معك منصب رفيع، واحد حكم اليابان 70 سنة رئيس وزارة، لا في منصب ولا في عزوة ولا في قبيلة. جئتمونا فرادى، كل الذكاء والفلاح والنجاح
والتفوق أن تعد لهذا اليوم عدته، هذا الذكاء. يعني إذا كان عنده إنسان جاء امتحان ومصيري، ويترتب على نجاحه في هذا الامتحان منصب رفيع، وبالتالي بيت فخم، وبالتالي زوجة رائعة، وبالتالي سيارة، وبيت بالعاصمة، وبيت على البحر، وبيت بالجبل مثلا، هذا كله مبني على هذا اليوم. فلذلك الدعاء يوم عرفة أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لا معطي لا مانع لا معز لا مذل لا قوي إلا الله، هذا التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. ومن جعل الهموم همّا واحدا كفاه الله الهموم كلها، هذا التوحيد. سبحان الله، يعني أحيانا الشمس ساطعة واضح، لكن تأتي بمكبر صغير تضع ورقة في محرقها تحترق. الشمس لا تحرق، أما الشمس إذا تجمعت في بؤرة واحدة تحرق كل شيء. هذا جيب أنت الآن عدسة صغيرة ورقة، ضع هذه الورقة في محرق العدسة تحترق. هي لما أنت بتجمع كل طاقاتك كل اهتماماتك أن تعرف الله، ارتقيت إلى أعلى عليين. فلذلك ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا، لا في معطي ولا في مانع ولا في قاهر إلا الله، ولا في غني إلا الله، ولا في مسعد إلا الله، وهكذا. إذن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سابعاً، لبس الثياب الحسنة. لبس الثياب الحسنة يوم العيد، هذا من الأمور المستحبة. يعني الإنسان بيزين، خذوا زينتكم عند كل مسجد وفي العيد. يعني في نقطة دقيقة قد تغيب عنا جميعاً، مهما تكن هناك مأساة في الأمة، حرب، يجب أن تفرح في العيد، ويجب أن تفرح الصبيان في العيد. يعني الصبي، الطفل الصغير، العيد عنده شيء كبير، مهما يكن في الأمة من أزمة، بلد محتل، زلزال، ينبغي أن تفرح في العيد إكراماً للصغار. أيام الصبي ينتظر العيد من سنة، من عيد لعيد، هيعطيه عمه 5 دنانير وخاله 5 دنانير إلى آخره، هيجمع عيديات كثيرة. لا تحبط أمل الصغار في العيد، لو في احتلال، لو في قهر، لو في زلزال. التوجيهات النبوية، هذا الأيام ينبغي أن تحتفل بها إكراماً لهؤلاء الصغار الذين ينتظرون هذا اليوم بفارغ الصبر. لذلك قال الحسن ابن سيدنا علي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد. يعني الأضحية إطعام اللحم، إطعام الطعام. في يعني أوضاع صعبة جدا في البلاد، فأنت لما تجعل عملك الصالح أضحية، يعني بيقول لك لو أنه تصدقت بثمنها أليس أولى؟ لا، لم أولى. هذه الأضحية يعني أب بيكون عليه دين، أعطيته ثمن الأضحية وفى الدين، بس هذا الطفل ما أكل لحم. البطولة أن تنفذ التعليمات الإلهية والنبوية تماما. الأضحية
ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها. نعم. أي فتوضع في ميزانه. نعم. وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسه. يعني هي العشر أيام القادمة أيام استثنائية، كيف إذا أنت لك هيك نظام معين، لكن بأحوال خاصة بتكرس، هي عبارة صحيحة فصيحة، بتكرس كل جهدك بعمل واحد. لذلك أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الأمر جاء ذكرا كثيرا كثيرا، ذكر ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافق يذكر الله بس قليلا، فأنت كمؤمن ينبغي أن تذكر الله ذكرا كثيرا. نعم. فلذلك هي عبادة موسمية، في عنا عبادة سنوية، في عبادة موسمية، في عبادة شهرية، في عبادة أسبوعية صلاة الجمعة، في عبادة يومية. فالعبادة اليومية أن تستقيم على أمر الله، أنت كائن أول، لك إله عظيم، هذا الإله العظيم له شرع حكيم. فالبطولة والذكاء والنجاح والفلاح أن تخضع لمنهج هذا الإله العظيم، يعني تعليمات الصانع، للتقريب. يعني اشتريت سيارة غالية جداً وأنت تركبها تألق ضوء أحمر في لوحة البيانات، يعني إن فهمته هو تألق تزييني، احترق المحرك وبتحتاج إلى 100,000. أما إن فهمته بحسب تعليمات الصانع، ضوء تحذيري، ضوء تحذيري، ماذا فعلت؟ أوقفت المركبة، أضفت الزيت، لتر واحد أنقذ المحرك من أن يحترق. تعليمات الصانع لصالحك، تعليمات الصانع لصالحك، هو الخبير. عبارة ثانية، أنت راكب المركبة، دخلت في فرع من فروع الطرق، مكتوب ممنوع الدخول حقل ألغام. هذه اللوحة وضعت لتحريمك من الذهاب لهذا المكان؟ لا لا. هل وضعت حداً لحريتك؟ قال لا، وضعت ضماناً لسلامتك. في اللحظة التي تفهم فيها أن المحرمات ليست حداً لحريتك ولكنها ضمان لسلامتك، كنت فقيهاً ورب الكعبة. أي شيء الله أمرك به لصالحك، لتزداد قرباً منه، لتزداد قوة في الحياة، لتزداد طمأنينة، لتزداد سعادة، وأي شيء نهاك عنه أبعدك عن مسببات الهلاك. فهذا الشرع لصالحك، يعني بتعبير معاصر هو تعليمات الصانع، تعليمات الصانع لصالح المستخدم لهالآلهة. قال لك افعل كذا كل أسبوعين بالتزييت مثلا، لصالحك. كل تعليمات الصانع لصالح هذه الآلة، وأنت أعقد آلة في الكون. تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. ولهذه الآلة بالغة التعقيد تعقيد الإعجاز صانع عظيم ورب كريم. فاتباع تعليمات الصانع ضمنت سلامتك وسعادتك. في بالأرض الآن 8 مليارات إنسان، أوسع الدائرة، 8 مليارات إنسان، في أهل الأرض واحد يحب المرض؟ واحد؟ ولا واحد. يحب الفقر؟ ولا واحد. يحب القهر؟ ولا واحد أبدا. في واحد ما بيحب بيت واسع وزوجة تروق له
وحرفة راقية ومكانة اجتماعية أبدا. المحرمات المكروهات في حياة الناس واحدة والإيجابيات واحدة، فالبطولة أن تعرف الله وأن تطبق منهجه لصالحك. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة درة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا، فأيسر ما في الحب للصب قتله وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا. والحمد لله رب العالمين. والعشرة من ذي الحجة عبادة موسمية.